بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب صل على النبي مسلما واجعل لنا التوفيق دوما صاحبا، اللهم أمين. أما بعد، مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم معنا وحلقة جديدة من نوابغ مصرية. معنا النهاردة ابن من أبناء الأزهر الشريف، صغير في السن كبير في المقام. وقلت قبل كده لحضراتكم ليس في أزهرنا صغير، إذا لبس الصغير العمامة الأزهرية فهو عندنا كبير. معنا اليوم الشيخ محمد أحمد القلاجي، ابن من أبناء الأزهر الشريف. اهلا وسهلا بيك يا شيخ محمد. اهلا بحضرتك يا دكتور، انت منورنا ومشرفنا. الله ينورك. موجود والله. سنه كام؟ سنه 6 ان شاء الله. منين حته؟ انا من قريه الناصريه، مركز صاني الحجر، محافظه الشرقيه، وقيم في العاشر من رمضان. حق للشرقيه ان تفخر بك، هنيئا للشرقيه كلها بيك يا شيخ محمد. بارك الله في عمرك، والف مبروك على حصولك على المركز الاول في مسابقه بورسعيد الدوليه للإنشاد والابتهال. بارك الله فيكم يا دكتور. دخلت المركز الأول إن شاء الله على مستوى العالم إن شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. طب تسمعنا بقى آيات من القرآن نبدأ بها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زال كل شيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. الله الله الله، اللهم صل عليه. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صلى الله عليه وسلم. وما ينطق عن الهوى شديد القوى ذو مرة فاستوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم زنى فتدلى. الله الله الله، ما شاء الله. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. يا سلام. فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى.
يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم. ايه الجمال ده عم الشيخ محمد ما شاء الله. الله يبارك في عمرك كده. ربنا يبارك فيك يا ابني. الله يحفظك. ويحفظك. نشوفك كده قارئ قد الدنيا ان شاء الله. ان شاء الله. هروح فاصل وارجع لحضراتكم تاني. خليكم معانا وصلوا على الحبيب.